عم نشوف بالفترات الأخيرة الصبايا يلي بعمر المراهقة عندهم حب كبير لتجريب الميك اب، مو بس بالمناسبات، حتى بالأيام العادية، باعتقادهم إنه بيزيد من جمالهم أمام المحيط، لكن ما عندهم علم إنه هالشي بيشكل خطر على حياتهم. أكدت دراسة علمية وجود صلة بين الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند المراهقين وبين التعرض للمواد الكيميائية المستخدمة بتركيب المستحضرات التجميلية، واعتبروا أنه هالأعراض بتشير لاضطراب الغدد الصماء ويلي بتحدث عند زيادة التعرض لمركبات الفيثالات يلي بيتم إضافتها للبلاستيك لتحسن مرونته وشفافيته. ويذكر أنه الفيثالات بتتداخل مع النشاط الطبيعي لهرمونات الأندروجين والتستوستيرون وما يشكل خطر كبير على السمات الجسدية بين المراهقين، لهيك حذر الخبراء المراهقين من الأفراد باستخدام هالمواد يلي يشاع استخدامها بالمواد الغذائية وبعض المستحضرات التجميلية تجنباً للمشاكل الصحية إضافة للتأثيرات النفسية السلبية.